بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة الصحة. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد هو خاص برضو بالتغذية. هنتكلم عن السيدة الحامل، هنتكلم عن تطور زيادة الوزن في السيدة الحامل، هنتكلم عن إزاي نعالج الوحم، الناس اللي بتتوحم على تباشير أو فحم، كمان هنقول ازاي نتعامل مع الناس اللي عندهم انيميا، وامتى ناخد الفوليك اسيد، والمشاكل اللي كتير قوي من السيدات بتقابلها زي مثلا الاحساس بالغثيان، الترجيع الفعلي، الاحساس بالحرقان. كل ده هنعرفه وهيكون محور حلقتنا النهارده مع تغذيه السيده الحامل، مع ضيفتنا اللي مشرفانا هنا في الاستوديو الاستاذه الدكتوره هدى عبد المنعم اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا بك يا دكتوره هدى. اهلا بحضرتك، شرفتينا مره ثانيه في قناه الصحه والجمال. انا سعيده ان انا معاكم ثاني مره. ربنا يخليك. على فكره الحلقه اللي فاتت يعني بعد ساعتين بالظبط انا دخلت على اليوتيوب لقيت اكتر من 132 شخص اتفرجوا على الحلقه. كويس الحمد فده لله، فده دليل على انها يعني عملت مجهود كويس عند الناس. تجيب اكتر ان شاء الله، وان شاء الله تكون الحلقه دي برضو لها باذن الله. ان شاء الله. دكتوره، زي ما قلت في المقدمه ان السيده الحامل طبيعي جدا انها تزيد، فاحنا عايزين نعرف تطور الزياده ابتداء من الشهر الاول او الثلاث شهور الاولانيين، بعد كده الثلاث شهور التانيين، وبعدين الثلاث شهور الاخيره. تمام. بص، احنا فتره الحمل بنقسمها لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو اول 3 شهور، والجزء الثاني اللي هو ثاني 3 شهور، واخر 3 شهور. الجزء الاولاني مش منتظر من الست الحامل ان هي تزيد زياده فعليه، لان الطفل بيبقى نموه حاجه بسيطه جدا وممكن ياخد من الغذاء بتاعها اللي هو الطبيعي، مش محتاجه تزيد. المسموح تزيد من نص كيلو لكيلو، ده الماكسيموم، ده الحد. ده في 3 شهور الاولى احنا بنتكلم. احنا لما بنيجي على فتره الحمل بنتكلم بنقسمها دايما 3 اجزاء، سواء دكاتره التغذيه او دكاتره الناس. تمام. او حتى بيسموه ده الفيرست ترايمستر والسكند والثيرد. اول ترايمستر اللي هو اول 3 شهور لا، هي بتزيد من نص كيلو لكيلو، ده الماكسيموم، ده الحد الاقصى ليها. تمام. عشان بيبقى فيه طبعا فتره اللي هي الوحم والنفس بتبقى مسدوده والترجيع والغثيان اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. تمام كده. الفتره الثانيه اللي هو تاني اللي هو السكند ترايمستر اللي هي تاني 3 شهور. تمام. اللي هو ابتداء من الرابع والخامس والسادس، المفروض الزياده اللي هي الاكسبتد او اللي هي الكويسه اللي هي تبقى 6 كيلو. تمام. 6 كيلو في الثلاث شهور كله. تمام. على اخر 3 شهور بتكون الست الحامل جابت ال 12 كيلو. تمام. يعني لازم الزياده دي يا دكتوره اللي هي من 8 يعني ل 12 كيلو. يعني نقلق لو الست الحامل ما زادتش الزياده دي، او لو زادت اكتر، خاصه لو الست باديه الحمل بوزنه قليل، بوزن اقل من الطبيعي، بنبقى عايزينها تزيد اكتر من ال 12 كيلو كمان، يعني ممكن تخش في 15 كيلو. تمام كده. اما لو الست داخله الحمل في وزن اللي هو المتوسط الافريج، لا يبقى هي تزيد لها ال 12 كيلو، ده كده كويس قوي، يبقى نمو البيبي كويس، يبقى وزنها كمان هيبقى بعد الولاده كويس. تمام. وهيبقى كمان احنا مطمنين ان البيبي والميه اللي حواليه وكل حاجه ماشيه كويس. تمام. خلاص كده. اما الست الوزن داخله الحمل بوزن زياده، لا بنبقى عايزينها تزيد 8 كيلو. 8 كيلو بس في الست شهور الاولى؟ لا، في الحمل كله. في الحمل كله بتكلم. في الحمل كله انا بتكلم. تمام. اللي هو الحمل كله من 8 ل 12 كيلو، ده الافريج في او ده المتوسط في الزياده. تمام. طب احنا امتى نبقى 8 وامتى نبقى 15؟ ال 8 اللي هو لو كانت الست داخله الحمل بوزن اكبر او كبير. تمام. اما لو الست وزنها متوسط اللي هو الوزن العادي، ممكن تجيب لغايه 12 كيلو، ده انا مطمنه كدكتور التغذيه ان هي وزنها كويس. تمام كده. اما الست اللي وزنها منخفض اللي هي نحيفه يعني، لا بنبقى مستنيين منها تزيد شويه 18 كيلو عشان نبقى مطمنين على وزن البيبي بعد الولاده. تمام كده. تمام. طب يا دكتوره، احنا يعني عايزين نعرف اهم التوصيات او ايه يعني الاثناء المتبعه اثناء فتره الحمل، وخاصه مع السيدات الحوامل، بما ان ده موضوعنا النهارده. تمام. يعني عايزين نعرف تاكل ايه وما تاكلش ايه. اكيد في حاجات ممنوعات واكيد في حاجات مستحبه انها تاكلها في فتره الحمل. اكيد طبعا. بص، هي كل حاجه طبيعيه هي دي احسن حاجه، خاصة ان الست الحامل بتبقى اكثر عرضة للامراض واكثر عرضة ان هي يتنقل لها الامراض بسهولة. تمام. يعني مثلا احنا لو دخلنا في جزء الاكل اللي هو اللحمة البروسيسد اللي هي المصنعة اللي هي زي اللانشون والبسطرمة والحاجات دي ممنوعة تماما. البيفي والحاجات دي كلها ممنوعة تماما. الاكل الغير ناضج ممنوع تماما، اللي هو زي مثلا اللي بتحب تاكل البيضة نص سوا،
لا الكلام ده ما ينفعش، لازم يبقى الاكل مستوي كويس قوي. الناس اللي هم بياكلوا سوشي ما ينفعش فتره الحمل. الجبنه ريكفورد المفروض تبقى ممنوعه تماما برضه عشان اثناء فتره الحمل، اثناء فتره الحمل اتفقنا ان حساسيه الست وانتقال العدوى بيبقى بسهوله عن اي ست تانية. تمام خلاص حالتها بتبقى المناعه بتاعتها عن اي ست تانية قليله، فبنبقى مخليين بالنا من الحكايه دي، مخليين بالنا ان هي يعني كل اللحوم المصنعه، كل اللحوم المصنعه اللانشون والبسطرمه تمام تمام كده، السوشي لا تمام، البيض يكون مستوي كويس جدا، تمام. الاكل يكون مطهي. طب الناس البسطه طبعا اللي ما بياكلوش السوشي والحاجات دي، ما هو احنا ما انا بقول اهو اللانشون وفي انواع لانشون طالعه كتير وما احناش عارفين اصلا اساسها منين يعني، فبقول عشان كده ما ينفعش ناكلها في فتره الحمل. خلاص كده. برضو الحاجه اللي انا عايزه اركز عليها التونه والاسماك اللي هي زي المكاريل والحاجات دي، احنا ممكن كلنا نستسهل ما تبقاش طبخينا النهارده نقوم فاتحين لنا علبه تونه. الست طبعا. الحامل لازم تبقى مخليه بالها ان التونه ما تزودش فيها قوي في فتره الحمل لان هي فيها عنصر الزئبق. يعني هي ممكن تاكل تونه بس ما تزودش، معدل واحده في الاسبوع. اعتقد دي معلومه جديده، الناس كلها بتاكل تونه بكميات كبيره جدا لانها بتستسهل زي ما حضرتك قلتي كده. تمام كلنا بنستسهل. وبتقول ان ده يعني التونه بتحتوي على حاجه وهناكل برده حاجات فيها بروتين وكده، فيها بروتين وهي فعلا مفيده لان فيها الاوميجا 3 هي والمكاريل. بس هي اكتشفوا ان هي فيها نسبه الزئبق وعلى حسب انواع كمان، يعني هم الاف دي ايه عاملين انواع التونه ايه وايه مصطاده ومصطادينها من اي حته وعلى اساسها تاكل منها قد ايه في الاسبوع. احنا طبعا بناكل التونه ما احناش عارفين هي فيها ايه بالظبط ولا اي نوع منها، فعشان كده لازم تبقى حريصه جدا ان هي تبقى اقصى حاجه علبه في الاسبوع. تمام تمام كده. برده الحاجه اللي انا عايزه اقولها برده حته الكافيين، ان الست تركز قوي ان الكافيين ده مش بيضرها هي بس، اللي هو في القهوه والشاي والشوكليت والحاجات دي والنسكافيه والكلام ده، لا ده بيضر البيبي لانه بيتنقل عبر المشيمه للبيبي، بيزود نبضاته ويزود ضربات قلبه. يعني انا اعرف ناس كثيره جدا سيدات وحوامل يعني ما بيفوقوش خالص الا اذا اخذوا يعني مج كبير قد كده الصبح كده نسكافيه. تمام. ما هو حضرتك بتوجهي لها رساله ده غلط، بس هقول لحضرتك مش غلط عليها هي بس على البيبي. هي لو احنا اتفقنا ان احنا هناخد كوبايه واحده في اليوم تمام مفيش مشكله، اصل احنا ما ينفعش نمنع خالص زي ما اتفقنا قبل كده، احنا ننظم بس ننظم حياتنا عشان خاطر البيبي، وبعدين احنا كلنا بقينا اصلا عصبيين فمش ناقص بقى البيبي يتزلط كده عصبي هو كمان فاحنا زي ما اتفقنا كوبايه واحده تعتبر كويسه ونسبه كويسه عشان ما نضرش البيبي كمان. تمام خلاص كده. نرجع لحته الوزن، انا ليه بحب اركز في موضوع الوزن، لان الوزن زياده ليه مخاطره اثناء الولاده وليه مخاطره على الست الحامل. تمام كده. لان الوزن الزياده بالنسبه للست الحامل لو زادت عن 15 و18 بيعرضها بقى لمشكله ارتفاع ضغط الدم، مشكله السكر في اثناء فتره الحمل، مشكله مشاكل كتير اثناء فتره الولاده، اثناء الولاده نفسها دكاتره النساء نفسها بتعاني لما بتكون الست وزنها عالي جدا اثناء الولاده، حتى لو بتولد طبيعي تمام. سواء طبيعي او قيصري او قيصري تمام. فعشان كده بركز في حته الوزن ان تمام. لازم يكون كويس. طب يا دكتوره ينفع الست الحامل تعمل دايت ولا ما ينفعش؟ افرضي وزنها زاد قوي كده 15 كيلو. بص احنا بنوجهها، يعني انا كدكتوره اخصائيه تغذيه بوجهها ايه الاكل الصح وايه الاكل الغلط، انما ما ينفعش اظبط لها الكالوريز بتاعتها اقل من اللي هي عايزاه. تمام. ليه؟ لان انا لما بجوعها بجوع البيبي كمان، دي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه كمان ان الست اللي بتخس او اي حد بيخس فينا بيطلع حاجه اسمها كيتون بودز، كيتون بودز دي بتعدي للبيبي ودي مضره جدا للبيبي. تمام. يعني الست الحامل ما ينفعش تخس خالص. انا اظبط اكلي، اظبط اكل ايه وما اكلش ايه، اظبط الاكل الصحي اللي اكله، ما ركزي في الحلويات والاكل اللي بره والاكل المحفوظ والحاجات دي، انا نقي وانتقي الاكل الكويس. يعني نوعيات وليس كميات. تمام. نوعيات، ان انا اختار النوعيه، وزي ما بقول كل ما الاكل يبقى بسيط كل ما يبقى اكتر صحيه، كل ما انا هاكل فاكهه واللي ربنا خلقه، دايما الانسان لما بيدخل في عمايل حاجه بيبوظها. تمام فبليز بليز يعني احسن ان احنا ناكل الفاكهه والخضار ربنا خلقها. واللبن نشرب اللبن ده مهم جدا، ده لازم. يعني ده لازم. بيتهيألي المفروض انها تشرب لتر لبن يوميا ولا ده كتير؟ لسه كنا هنتكلم ان احنا لما نخلص فتره الوحم اللي هي الثلاث شهور الاولانيين اللي هو صعب اقول لك كلي ايه ولا ما تاكليش ايه، بس على الاقل هقول لك مثلا بلاش الحلويات بلاش السويتس، اظبط مثلا المشاكل اللي احنا بعد كده هنتكلمها في كل فتره حمل نظبط اكلنا ازاي فيها اثناءها، انما زي ما قلت لحضرتك ان احنا لازم ايه نظبط الاكل وكده.
تمام. لكن يا دكتوره بقى يعني ده ياخدنا الموضوع مهم جدا، كثير جدا من السيدات الحوامل، كتير جدا مش قليلين يعني، او تقريبا كلهم دايما في الشهور الاولى مش بيحبوا ياكلوا، دايما عندهم اعراض الحمل اللي هي مثلا عندهم غثيان، عندها ميل القيء، عندها حموضه. ده كل الحوامل بتقول انا عندي حموضه، عندي حرقان، عندها امساك كمان. فاحنا ازاي نتغلب على كل الحاجات لا دي؟ لا هو الامساك في الاواخر. هي بص، في الاول 3 شهور بيبقى ليا الغثيان والدوخه والصداع وعدم القدره على الاكل، حتى عدم القدره على شم اكل معين هي كانت بتحبه. يعني ممكن تكون بتحب حاجه وبعد ما تحمل تكرهها. تمام كده. فانا دايما في الفتره الاولانيه ما بركزش قوي تاكل كميات معينه ايه، بس دايما اقول لها انت لو ظبطتي اكلك على وجبات خفيفه، يعني بدل ما بتاكل 3 وجبات تخليهم 6 وجبات، تخلي كل ساعتين المعده يبقى فيها اكل، لان هي حته الغثيان والحاجات دي بتطلع عشان الحموضه عاليه في المعده. فعشان انا او الحامل ما تتاثرش بالحموضه دي، لا هي هتاكل كل ساعتين حاجه. تمام. طب تنتقي ايه اللي يخليها ما تحسش بالغثيان؟ تنتقي الاكل شويه اللي فيه نشويات، يعني بقسماطايه، يعني بسكوته ساده، بسكوته مملحه سنه، الحاجات دي لو هي كلتها على 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 سبيسز كده كل ساعه او كل ساعتين مخليه معدتها فيها حاجه، الغثيان والترجيع والحاجات دي هتقل واحده واحده. تمام كده. تمام. برضو بالحاجات اللي بقولك. طب حضرتك بتقولي الامساك في الشهور الاخيره، بتتغلب عليه ازاي؟ بتتغلب بقى زي ما اتفقنا، ربنا خلق لنا اللبن، نشرب لبن كويس، الزبادي. اللبن ده في اي وقت يا دكتوره ولا يفضل يكون في الصبح يعني؟ لا 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 في اي وقت. اصلا انا مش هقول لك اشربي لتر لبن على الصبح. تمام. لا لا احنا اتفقنا ان احنا نظبط اكلنا عشان ما نحسش، ان خاصه المعده بتاعت الحامل بتبقى حساسه جدا، فما تملهاش وتاكل على وجبات صغيره. تمام كده. عشان يعني ممكن تاكل عدد وجبات اكتر، يعني ممكن تاكل 6 مرات او 8 مرات بس وجبات صغيره. تمام. تقسم وجباتها عشان ما تحسش بامتلاء، لان سواء في الفتره الاولانيه بيبقى الترجيع والغثيان والحاجات دي هي مش قادره تاكل كتير، فتاكل كل ساعه حاجه، وفي الاخر برضو بيبقى الواحد بيبقى المعده نفسها حساسه جدا ومش قادره تاكل وتتملى وتملاها. فانا هاكل كل ساعه حاجه خلاص. تمام. وانتقي الحاجه دي. تمام كده. بالنسبه للامساك بقى قبل ما انسى، زي ما بقول لحضرتك لو كلت زبادي وحطت عليه معلقه رده هتلاقي الامساك اتظبط معاه. لو كلت برضو بتهيألي الياف، حاجات الياف خاص، الياف الخضروات والفاكهه زي الارانب كده، خس وجزر. تمام. ايه المشكله؟ زي الفل. ايه المشكله؟ هناكل فاكهه، هناكل خضروات، هناكل العيش اللي هو الحبوب الكامله اللي انا دايما احب اركز عليه، لان الالياف نفسها هي بتظبط حركه الهضم. الالياف الكامله اللي هو العيش السن يعني؟ العيش السن، وفي عيش، في لا حبوب كامله، يعني في عيش بيتباع اسمه عيش حبوب كامله. في حبوب كامله يعني غير العيش اللي احنا بناكله، وفي العيش البلدي زي الفل. ما هو في رد، ما انا بقول لحضرتك كل ما العيش يبقى غامق، كل ما الدقيق يبقى غامق، كل ما يبقى احسن. تمام. كل ما يبقى احسن يعني ده مفيد كمان لتنظيم عمليه الاخراج، عملية يعني عشان ما يبقاش في امساك. تمام. طب يا دكتوره احنا دايما بنعرف ان يعني الست في الاول، اول ما تعرف انها حامل اول حاجه بتعملها بتروح للدكتور، فاول حاجه بيكتبها حمض الفوليك. تمام. هي انا عايز اسال بس عن حمض الفوليك ده اهميته ايه، وكمان احنا محتاجين ناخد يعني جنب الاقراص اللي بناخدها حمض الفوليك ناخد اكلات فيها حمض الفوليك ولا الاقراص كافيه؟ لا بص حضرتك، هو مش هي ليه احنا بنركز دايما على الحمض الفوليك برغم ان هو موجود في معظم الاكل، يعني عمرنا ما فيش حد عنده نقص في حمض الفوليك. تمام. في طبيعي ما دام مش حامل، انما في الحمل الست بتحتاجه بكميه كبيره جدا، لان الطفل اللي بيتكون ده بيتكون الجهاز العصبي بتاعه محتاج كميه الحمض الفوليك دي. تمام. تمام كده. فعشان الطفل يطلع صحي ويطلع الجهاز العصبي بتاعه كله متكون كويس، لان نقص حمض الفوليك بيعمل حاجه اسمها نيورال تيوب ديفكت في الطفل. فاحنا اول ما الست بتعرف ان هي حامل من قبل ما تروح للدكتور تنزل تجيب حمض الفوليك تاخده. تمام. بجانب الاكل اللي فيه حمض الفوليك بجانب. تمام. يعني ما ينفعش انا اخد قراص واقول الاكل لا، لان دايما المصدر الطبيعي احسن من اي مصدر صناعي تاني. دكتوره هناخد اتصال ونرجع تاني للفوليك اسيد او حمض الفوليك. أوكي. عشان عايز اسال اسئله كثيره جدا عن الموضوع ده. اوكي. اتفضلي اتفضلي. الو الو. اتفضلي هاجر. اتفضلي اتفضلي حضرتك معانا على الهواء. اتفضلي. الو الو. ايوه معاكي. اتفضلي. اوكي. هو احنا انا بحاج. نعم. خلاص شكرا ماشي. ايوه معاكي. اتفضلي. الاتصال انقطع يعني هاجر حاولي تتصل بينا مره ثانيه. دكتور رجع للفوليك اسيد تاني. تمام. انا برضو كنت قريت انه في ناس المفروض انها تاخد الفوليك اسيد قبل بدايه الحمل. الاجانب. ايوه. تمام. أما احنا مش كده. احنا لما بنتكلم علينا احنا فجاه بنلاقي حامل.
تمام. انما بره الاجانب بيبقوا اكتشفوا او مثلا بيخططوا انها هتبقى حامل في خلال مثلا كذا شهر، بتبتدي تاخد حمض الفوليك من قبليها، لان الطفل بيتكون، احنا يعني الست لما بتعرف ان هي حامل بتبقى خلاص عدى شهر ونص من تكوين الطفل اصلا، اوريدي بيكون اتكون بقاله شهر ونص. تمام. اما بره الاجانب لا، بيبتدوا انا مثلا هبقى حامل في خلال شهرين ابتدي اخد الفوليك اسيد عشان الطفل يبقى داخل او يبقى او بادي في التكوين، واوريدي الفوليك اسيد عند الام نسبتها كويسه. تمام. يعني في ناس بس مش عندنا يعني، بس عندنا المفروض يعملوا كده. لا والله لو الست تقدر تاخد فوليك اسيد وحياتنا كلنا مرتبه ومنظمه ومجدوله نعملها، ايه المشكله؟ ليه يعني؟ يعني هو الصح انها تاخد حمض الفوليك كمان قبل بدايه الحمل. ايوه طبعا قبل بدايه الحمل. ما انا بقول لك عشان كمان في ناس بتكسل قوي، يعني في ناس بتخاف تاخد اي اقراص، عندهم فوبيا يعني ياخدوا اي اقراص في بدايه الحمل حتى. عشان كده انا بركز في حاجتين، اللي هي الفوليك اسيد، وحته اللي هي الست اللي عندها غثيان وقيء كتير ما تعذبيش نفسك. تمام. يعني في برضو ادويه اللي هي اساسها بيزد على الفيتامين بي 6، فيتامين بي 6 اللي بيمنع التقايؤ. الدكتور النسا بيكتبه لك، مش بقول لك، مش هقول ان انت تاخديه من نفسك، بس اوريدي في يعني لازم تاخده. انا بيقابلني برضو ستات بتبقى مدروخه وتعبانه وبترجع وحالتها حاله، مفيش اكل بيخش في معدتها، طب انت معذبه نفسك ومعذبه البيبي ليه؟ تمام. ما تاخدي حاجه على الاقل، لو مش هتمنع هتقلل. وبعدين البيبي كده كده هيتغذى، فيتغذى على المخزون اللي عندها. تمام. يعني هيأثر عليها على المدى البعيد. هيأثر عليها، هيأثر عليها فترة الولادة بتبقى بالزبط. الست تعبانة لما تخلف الطفل رقم 12 مثلا، هتبقى ده يعني ربنا يديها الصحة عادي، ايه المشكلة يعني؟ دكتورة، حمض الفوليك موجود في ايه غير الأقراص اللي احنا بناخدها؟ بص، حمض الفوليك موجود في حاجات كتير قوي، في الخبز والعيش وبالذات الحبوب الكاملة، وزي ما اتفقنا العيش الأسمر موجود في الخضروات الورقية زي السبانخ والملوخية، البروكلي، القرنبيط. تمام كده؟ موجود في حاجات كتير، يعني موجود في البيت البيض واللبن، فهو موجود في حاجات، يعني هي لو كلت الحاجات اللي زي ما اتفقنا اللي ربنا خلقها هتلاقي نسبه كبيره داخله لها. يعني انت حضرتك دايما بتؤكدي على الاكل الطبيعي، يعني قبل ما نلجا للحاجات للادويه والاقراص لازم الست تتغذى كويس. صح. تمام. وزمان ايام في الارياف وكده ما كانوش ولا بياخدوا فوليك اسيد ولا حاجه، بس بياكلوا منين؟ بياكلوا من الارض. بياكلوا كلها حاجات طبيعيه. بياكلوا من التربه، انا قصدي مش من الارض، يعني انا قصدي من اللي طالع الى الارض مطلعاه. تمام. كلها حاجات فريش. صحتهم كويسه. صحتهم كويسه. احنا لما بنشتري بنستسهل، بنشتري وبنجيب لانشون وناكل والحاجات المصنعه وبناكل، هو ده اللي خلانا نتعب، وهو ده زي ما قلت لك اكتشفنا حته العيب في الخلايا العصبيه والجهاز العصبي بتاع الاطفال. احنا لو بناكل من اولها لاخرها الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، مفيش حد هيحس بالنقص ده، بس تمام. عشان كلنا عندنا نقص اوريدي بسبب اكلنا الغلط، فلازم طبعا اول ما تعرف ان هي حامل تنزل تجيب الفوليك اسيد. تمام. طب يا دكتوره، برضو في الفوليك اسيد يعني في ناس كتيره جدا بتاخد الفوليك اسيد بس برضو بيبقى عندها مشاكل تانية، يعني مثلا عندها انيميا، يعني اعرف برضو ان الفوليك اسيد ده ممكن يساهم في علاج الانيميا الى حد ما. نوع معين من الانيميا. تمام. مش كل الانيميا. مش كل الانيميا. لكن احنا نقول للستات اللي هم داخلين عندهم انيميا، يعني هي عارفه ان عندها انيميا وهي حامل. بص، هي فتره الحمل اصلا الست لو كانت داخله بهيموجلوبين 9 بتبقى على نهايته بتوصل ل 8 و7. تمام. الهيموجلوبين ده هو اللي بيحدد نسبه الانيميا في الـ في الـ في الـ في الدم. تمام. تمام كده. تمام. فهي اللي داخله بانيميا قليله لا هتعاني جامد قوي عشان فتره الولاده وفتره ومرحله ما بعد الولاده كمان، مرحله يعني الولاده والدم اللي بينزل. تمام. فهتعاني جامد قوي، وخاصه السيدات اللي بتولد قيصري. تمام طبعا. بيبقى تمام. دم بقى على مرتين يعني دم. الناس اللي عندهم الانيميا 9 الهيموجلوبين 9 ده نقول لهم يعني نخوفهم ازاي؟ لازم نخوف الست اللي عندها هيموجلوبين 9. مش هنخوف بس عشان تهتم، يعني انا قصدي بالاكل بلس ان احنا من اول الشهر الرابع بناخد فيتامينز، بناخد فيتامينات اللي هي الحبوب اللي هي الفيتامينات المالتي فيتامينز، الفيتامينات الكامله. يعني ينفع تاخد من الشهور الاولى من الرابع شهر. انا بتكلم الرابع شهر بلس ان احنا لو الست داخله بانيميك، عشان كده دكتور النسا من الواجبات اللي علينا هي يعمل لها تحليل في الاول خالص اول ما تعرف ان هي حامل، عشان نشوف الست اللي قدامنا دي بنتعامل معاها ازاي. والمفروض لو انيميك من الاول تاخد فيتامينات حديد من الشهر الرابع. في ناس بتاخد يعني اقوى حاجه في الفيتامينات في الحديد اللي هو الفيروساك، بتاخد اكتر من امبول. تمام. لكن تفضل الانيميا موجوده علشان هي مأثره برضو في موضوع هي الاكل مأثره يعني. لا، وفي حاجه تانية كمان، الست الحامل بيحصل لها تخفيف دايليوشن في الدم شويه. تمام. فهي ممكن تبقى حتى داخله مش انيميك، مش داخله ب 11 و12 من الحمل، ومع ذلك هتلاقيها قلت شويه
لان بيحصل تخفيف وبيحصل تخفيف في الدم، فبالتالي لازم برضو نركز على الحديد. ركز على الحديد، سبلمنت ادويه تاخدها حديد، زائد الاكل اللي هو فيه حديد اللي هو الكبده واللحوم والبقوليات، عشان برضو ما تقولش الناس الغلابه في بقوليات. ربنا خالق كل حاجه موجوده في اي حاجه، موجود في الحاجات الرخيصه قوي والحاجات الغاليه. تمام. ربنا مش عشان كل الناس تقدر تتعايش يعني. تمام. البقوليات والخضار، الخضروات الغامقه برضو موجود نسبه الحديد اللي فيها، السبانخ والملوخيه اظن دي ما فيش فيها كلام، سهله ان احنا نوفرها وناكلها. تمام. بالذات ان الحديد مهم جدا من اول شهر الرابع، عشان برضو الطفل، مش عشان الام بس، عشان الطفل كمان، مش عشان الام كمان. بس طب يا دكتوره، المفروض يوصل في الاخر الهيموجلوبين كام عشان تولد ولاده امنه؟ يعني المفروض يوصل ل 12 ولا ممكن يعدي اكتر من كده لو قدرنا؟ لا، هو يعدي في فتره الحمل دي صعبه، بس هو لو 11 يبقى احنا داخلين كويسين قوي. لو فتره لو نهايه الحمل الست وصلت ل 11 فهي تولد وهي مطمنه، الدنيا كويسه قوي. انما اكتر من كده في حامل لا، صعب. تمام. طب يا دكتوره، عايزين نسال، انت حضرتك قلت لي قبل الهوا حاجه مهمه جدا انا مش مصدقها بصراحه، الناس بتتوحم على التباشير وبتتوحم على الفحم. هنعرف الاجابه من حضرتك بس بعد ما ناخد اتصال. اتفضلي. اتفضلي مدام احلام، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. اتفضلي. ازيك يا مدام احلام؟ الله يسلمك يا دكتوره. ممكن يعني اسالك على شويه اسئله؟ طبعا. اتفضلي اموري. انا عندي بنت خالتي. عندك ايه؟ عالي صوتك شويه ممكن يا مدام احلام. بقول لك عندي بنت خالتي كانت متابعه مع دكتور. تمام. في قال لها ان عندك المواد كسلانه وعطاها شويه علاج ومفيش فايده برضه، بينزل عليها دموم كل ما تيجي تكشف يقول لها ده انتحارات وهي مش عارفه هي تعمل ايه. هو ده، طيب هو ده مش موضوع حلقتنا يعني، هو ده عايز دكتور نساء، الدكتوره دكتور التغذيه، يعني احنا بنسال ازاي نغذي الست الحامل، فاحنا طبعا بننصحها انها تروح لدكتور نساء. لا، هتروح لدكتور نساء برضه لو وزنها، على فكره بالمناسبه لو وزنها عالي لازم تنزله، لان في اول علاج لواحده الموبايل بتاعتها كسلانه غالبا بيبقى اللي هي البوليسيستيك اوفري اللي هو التكيسات الموبايل. تمام. اول علاج ليها هي تنزل وزنها، يعني لو وزنك لو الوزن عالي اول علاج ليها تنزل وزنها، التبويض بيزيد وبيستمر. طبعا هو مش تخصصي. تمام. بس دي حته يعني دكاتره النساء بيجيبوا لنا الناس اللي هم وزنهم زياده، وزنهم زياده او عندهم تكيسات في المبايض، اول ما بينزلوا وزنهم بيبقى افريج كويس. تمام. الحمل بيجي يعني هم اغلب الناس اللي وزنهم زياده بيبقى عندهم تكيس في المبايض. والله بيجي لنا كتير، بيجي لنا كتير، وبيجي لنا كمان سنهم صغير، بيجي لنا سنهم صغير وبيأثر. وطبعا مع تحليلات اللي دكتور النساء اللي هيقول لها عليها المفروض هي يعني تروح المفروض مدام احلام تلجا الاول للدكتور تلجا وتشوف اذا كان في تكيسات، هيبقى اول علاج لو وزنها زياده تقلل الوزن. تمام يا دكتور. نرجع تاني بقى لموضوع الوحم، حضرتك بتقولي لي قبل الهوا ان في ناس بتتوحم على التباشير وفي ناس كمان بتتوحم على الفحم، يعني ده وحم غريب جدا بصراحه. بص هقول لك، انا اول مره، انا شخصيا اول مره اعرف الموضوع. انا شخصيا ما اتوحمتش. انا كأنا شخصيا. بس انا شخصيا اول مره اعرف الموضوع ده. بس هقول لك على حاجه، وفي اطفال صغيرين يعني انا لا انا اعرف، انا اعرف ان في ناس مثلا تتوحم على حاجات فاكهه مثلا مش موجوده. ايوه فراوله مثلا. أيوة. في وقت ما فيش فراوله، برقوق، مش عارف ايه. لا هقول لك على حاجه، وتطلع عين جوزها بقى عشان يدور على الموضوع ده. بص اساسي بقى، بص اول 3 شهور انا دايما اقول للست لازم تبعد عن التوتر، واقول لجوزها بس دلعها في الثلاث شهور الاولين، وبعد كده ما يدلعش. وبعدين بقى لا مش مشكله. وبعدين مشكله. بص هقول لك على حاجه، هي فتره الوحم فتره غريبه شويه، الست وتغيرات الهرمونات اللي عندها بتخلي دماغها تميل لحاجات غريبه شويه، خاصه الست اللي هي يعني الناس اللي هم بتتوحم على التباشير وريحه الطوب والمطر، وعارف انت الريحه دي، الريحه دي على فكره بتبقى كويسه فعلا. على فكره جربها. هي كمان بتحس ان هي عايزاها لدرجه ان من كتر ما هي مشتهياها ممكن تمسك تباشيره تقرقش فيها. وفحم. على فكره مش مضر، مش مضر. ليه؟ لان هو اصلا مش بيمتص، يعني تقرقش زي ما يعني. تعتبر التباشير زي ما يعني. راحت هتتكل على الله يعني. تمام كده؟ دي نصيحة من الدكتورة. اتكلي على الله. هي خلاص كده؟ أما بنيجي طب لما كانش تباشير، احنا عندنا مثلا في الدارج قوي اللي لو ما حدش، لو مثلا واحدة بتفحم على الفراولة وما كانتش فراولة يطلع لها فراولة في الولد أو في البنت، يطلع لها تباشيرة ولا إيه؟ أو سبورة أو حاجة مش عارفة. هينزل بتباشيرة مش عارفة. حقيقي مش عارفة إيه اللي هيحصل، بس هم غالبا لما بيتعمل لهم تحليل بيبقوا أنيميك، بيبقى عندهم انيميا زي الاطفال الصغيرين. برضو في اطفال منهم بتحس ان هم بياكلوا السور وبياكلوا برضو الحيطه والتباشير والحاجات دي، لو اتعمل لهم تحليل بيبقى
غالبك أني أغلبي غالبا عندهم انيميا نقص حديد. تمام تمام يعني يعرف ان الزوج مكسر ويجيب لها لحمه. لا لازم يجيب لها لحمه. يعني الزوج في الاخر هو اللي بيطلع مقصر. ما فيش فيها كلام. انت عندك ده الزوج ما بتاكلش. لا هي اللي ما بتاكلش الزوج. انت عندك شك. طب يا دكتوره دايما في برضو سيدات مدخنات وبنقول لهم لا ممنوع التدخين فتره الحمل، لكن بيقولوا ما فيش مشكله احنا خلفنا قبل كده وما فيش اي مشاكل. لا 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 فبنقول لهم لا, لا, إيه؟ لا 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 بص، اذا كان التدخين ضار على الناس الكبار ما بالك على الطفل اللي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الرحم. وبعدين دي مسؤوليه ربنا حطاها جوه الام عشان تبقى مسؤوله عنها. فطبعا لا طبعا التدخين مشكله ما يعني ما يتسكتش عليها، ما يتسكتش عليها. ولو دكتور نسا عارف ان اللي قدامه مدخنه وسكت عليها ده وزره هيتشال. يعني ده المفروض انها كمان بتعمل تشوهات في الجنين. يعني التدخين ده ما انا بتكلم ما انا بقول لحضرتك اذا كان هي مضره للناس الكبار فما بالك الطفل الصغير. اكيد طبعا يا جماعه ده دخان اصلا مليان كله سموم، كله سموم اطران ونيكوتين. فلا لا طبعا لا دي تبعد عن لو جوزها مدخن. انا كنت لسه هقول الموضوع لا ده لا المدخن السلبي بقى، لو هي قاعده جنب زوجها او جنب حد بيدخن. ده اصعب وعليه وزر هو اللي بيدخن ومراته حامل. لا ده اصعب طبعا من ان هي بتدخن كمان. لا ده هي تشوف له حل بقى، يعني اللي بيدخن ده المفروض ما يدخنش الصراحه. طب يا دكتوره بما ان حضرتك متخصصه في التغذيه، احنا عايزين نعمل وجبه مثاليه للسيده الحامل. بص هقول لك على حاجه، زي ما اتفقنا وزي ما احنا قسمنا الست الحامل من 3 شهور و3 شهور و3 شهور، الفتره اول 3 شهور صعب ان انا امشيها على حاجه معينه. انا اقول لها جايد لاينز، اقول لها يعني ايه اللي تعمله صح وايه اللي تعمله غلط. ان انا اخليها تبعد زي ما اتفقنا عن الاكل اللي مش مطهي، تبعد عن التدخين، تبعد عن الكافيين، خلاص تنام كويس، تقسم وجباتها لوجبات صغيره متكرره. يعني في ستات بيسهروا جامد جدا في الحمل، يعني بتقولي ان انا عندي نوع من الارق النوم، مش عارف ما مدى صحه على فكره يعني. النوم الكويس بيقلل من الشعور بالدوخه والغثيان. تمام. النوم كويس يعني احنا بننصحها كمان تاخد لها ساعتين بعد الظهر. يعني تنام تريح بالذات اول 3 شهور، وانها ما تبذلش مجهود كبير بتهيألي كمان ما تبذلش مجهود كبير طبعا عشان البيبي يثبت، وعشان زي ما بقولك هي نفسها بيبقى الجسم تعبان عشان الهرمونات. تمام. بالذات اول حمل. تمام. تاني بقى 3 شهور لا برضه لسه خلاف اول 3 شهور يا دكتور. انا عايزه اكلها، يعني عايزه انا افرض عليها حاجه معينه في الشهور. ما هو انا بقول لك حاجه، انا صعب ان انا افرض عليها في اول 3 شهور وهي اوريدي انا عارفه ان هي مش هتمشي عليه. تمام. بس هقول لها على الاقل فطارك يبقى من الاكل الصحي اللي موجود في البيت اللي هو هيبقى نص رغيف بتاعنا، الاكل العادي خالص اكنها مش حامل. تمام. مش هزود لها اي كالوريز خالص، لان زي ما اتفقنا البيبي كده كده بياخد منها وبيبقى حجمه لسه صغير، فبتزيد نص كيلو فاوريدي مش، وهي اصلا ما لهاش نفس تاكل. هقول لها كلي اللي نفسك فيه سواء كان بيض او فول او جبنه الصبح. تمام. تمام. هتشرب لبن. فول او جبنه او بيض ولا فول وجبنه وبيض؟ ما فيش مشكله ان هي تاكل فول وبيض. مفتوحه مثلا عايزه تاكل؟ لا اصل اول 3 شهور انا عارفه ان ما بيبقاش النفس مفتوحه. تمام. من اول ربع قلت لي في الاول ان احنا ممكن يعني تاكل كميات صغيره، يعني مثلا كميات صغيره تاكل بيض او ساعه كده. بقول لك ما ينفعش ان انا احط لها حاجه معينه هتاكليها لما تاكليش. تمام. خلاص انا اقول لها كلي الاكل الصحي، فطارك زي ما هو، ما نزودش في الحلويات. تمام. ما نتحججش ان احنا حامل وبناكل الاثنين في اول 3 شهور لان دي حجه ملهاش لازمه. لا انت هتاكلي الواحد لغايه دلوقتي ان كده كده هو مش هياخد منك كتير. تمام. اول 3 شهور. تمام. تمام كده خلاص هتاكل فطارها العادي خالص اللي هو سواء فول او بيض او فول وبيض عشان ما ازعلكش، ومعاه لبن حليب طبعا. طبعا الحليب واللبن نركز فيه. تمام. غدانا هيبقى الاكل العادي الخضار والرز. تمام. لازم تركز على الخضار. خضار ورز. في ناس بتاكل مكرونه بس او 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 رز بس. الحامل ما ينفعش اقول لها كلي لحمه بس وسلطه. تمام. عشان ما تتخنيش. لا الحامل لازم تاكل نسبه كويسه من النشويات زي ما نسبه كويسه من البروتين زي ما نسبه كويسه من الفيتامينات والدهون برضو. خلاص. فعشان كده بقسم لها اكلها عادي الاكل الصحي المتوازن اللي هي هتاخد عيش وهتاخد فول اللي هو البروتينات وهتاخد خضروات، وفي الغدا برضو هتاخد رز والمكرونه او المكرونه وهتاخد الخضار بتاعها وهتاخد البروتين بتاعها، وفي العشاء كذلك. تمام. تمام كده. تمام. اتفقنا ان هي هتقسمهم على وجبات صغيره. اتفقنا ان هي اول ما تصحى من النوم ما تصحاش تقوم على طول عشان هو ده اللي هيحسسها بشعور بالترجيع. لا هتصحى تقعد شويه على حرف السرير لغايه ما الدنيا تتظبط كده معاها. لو حاطه بسكوته جنبها يستحسن ان هي تاكل بسكوته قبل ما تقوم، عشان الست اول ما بتصحى من النوم بيجي لها اكتر شعور للغثيان هي اول ما تصحى من النوم. لا تاكل. تمام. البسكوته او البقسماطايه او حاجه خفيفه جدا تاكلها هتقلل لها من الشعور بالغثيان ده اول 3 شهور.
تمام. تاني وخدنا الفوليك اسيد بتاعه. تمام. تاني ثلاث شهور هنزود. الفوليك اسيد ده بيستمر طول فتره الحمل ولا المفروض ثلاث شهور الاولى بس يا دكتور؟ والله بص، هي اهم فتره هي الثلاث شهور، بس دكاتره النساء في منهم بيخلوها لغايه اخر شهور. يعني على اساس انها بتاخد من الشهر الرابع المالتي فيتامينز؟ بتاخد المالتي فيتامينز، مش محتاجه ان هي تاخدها، بس في دكاتره بتخليها كمان مع المالتي فيتامينز الفوليك اسيد. تمام، يعني مفيش منه اي اضرار انه يستمر عادي؟ لا 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 مفيش اضرار. نيجي بقى على الثلاث شهور التانيين. تمام. البيبي خلاص الوحم خلص برضو عشان نبقى متفقين. احلى ثلاث شهور. تمام. هم فعلا بيبقوا احلى ثلاث شهور. حاسه ثبات الحمل خلاص. بيبقى ثبات الحمل، الست ما بتبقاش مدروخه، ما بتبقاش مصدعها، بتبقى حاسه بحركه البيبي، بيبقى فتره ممتعه. تمام. دي فعلا احلى فتره في الحمل. بيبتدي البيبي يكبر اسرع. اسرع. تمام. من المرات من الثلاث شهور الاولانيين. تمام. فاحتياجاته بتزيد، فبنزود سعرات الحراريه قد ايه؟ مش 1000 ولا 2000 عن الست الحامل، عن الست اللي مش حامل. لا، بنزودها حوالي 500 سعره حراريه. ناخدهم في ايه بقى؟ تمام. في ما ناخدهمش بقى في الشوكولاتات والسويتس والكولا والبيبسي. على فكره من الحاجات دي برده ممنوعه، والشيبسي والحاجات دي طول فتره الحمل، عشان المواد المصنعه والمواد المحافظه والكلام ده. تمام كده. تمام. هنتاخدها بقى في لبن، ان احنا ناخدهم كوبايتين لبن عن الاضافيين، ان احنا المفروض ناخد كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، يبقى كوبايتين تاني كده هناكل هنشرب اللتر. تمام. من اول ربع شهر. هنزودهم كوبايتين عصير فريش. تمام. انا اللي عاملاه في البيت بالظبط. تمام. اهم حاجه انا اللي عاملاه في البيت. لان السعرات يعني 500 سعر احنا مظبطينهم على الحاجات اللي احنا عارفينها، مش ما تقوليش بقى علبه بيور وعلبه مش عارفه ايه وعلبه عصير وادلو. زعلوا مننا كده يا دكتور، خلي بالك. هو انا كل مره كده ازعلهم؟ طيب لك ما تجيبهاش تاني. لا والله، بس هي فعلا ده الصحيح وده الاصح وده الاطعم والله. يعني خلاص كده، يبقى دي كده كوبايتين لبن، كوبايتين عصير، ممكن ثمرتين فاكهه زياده عن الاكل بتاعنا الطبيعي اللي هو في اول 3 شهور. هنزود كمان ثمرتين فاكهه. نفسها في حاجه حلوه قوي. خلاص. تمام. يبقى احنا هناكل، هناخد قطعه كيك انا اللي عاملاها برده في البيت. خلاص. يعني مسموح انها تاكل حلويات يعني؟ ايه المشكله؟ ما هو انا مش همنعها من الحلويات زي ما اتفقنا، دي واحده حامل. تمام. لا انا اقصد يا دكتوره، يعني احنا في الشهور اللي هم السكند تريمستر او ثلاث شهور التانيين، احنا محتاجين يعني اطعمه بناء اكتر، يعني ده اللي انا اقصده. حلو. بناء اتفقنا في اللبن، واتفقنا ان كده كده بتاخد البروتينز بتاعتها اللي هي الكميه الكافيه بتاعت الاكل، بس انا عايزه ازود لها ال 500 سعر حراري حاجه تشتهيها برضو، اصل هي مش فتره عذاب. تمام. فانا بلعب في 500 سعر. تمام. هزود لها كوبايتين لبن، كوبايتين عصير. عندي امكانيه ان انا اديها قطعه كيك صغيره. وعلى فكره انا بقول لهم ما عنديش مشكله ان تاكلوا قطعه كيك، ما تبقاش بالليل، تبقى في نص النهار. تمام. مفيش مشكله خالص ان تبقى شريحه صغيره خالص كيك وتحط معلقه عسل عليه، ما عنديش. تمام. مشكله خالص. مفيش اي مشكله أبيض. يعني لا لا لا. وزنها مش هيزيد ولا لا حاجة. لا مش هيزيد ولا حاجه. تمام. لان هو احنا لسه بنلعب في اطار ال 500 سعر حراري اللي احنا بنزودهم من ابتداء من الشهر الرابع. تمام. وبرده يعني حضرتك دايما يعني في الحلقات اللي فاتت كنت بتاكدي على الفواكه دي برده مهمه في فتره الحمل، ولا في ناس بتمتنع عنها تماما؟ مفيش حاجه اسمها تمتنع. الفواكه دي ربنا خلقها ولا لا؟ لا، ربنا خلقها طبعا. تمام. يبقى ما نمتنعش عليها، نمتنع عن اي حاجه ايدينا احنا اللي دخلنا فيها. تمام. تمام كده. وتاكل اي كميات هي عايزاها من الفواكه وكل الانواع، ولا انواع معينه؟ لا، كل الانواع مفيش مشكله. بس طبعا الست اللي وزنها زايد نقول لها ما تاكليش الحاجات اللي وزنها اللي هي بتخن، اللي هي المانجا ما تزودش، عشان الاملاح كمان عموما، التين، البلح، الحاجات دي. انما تمام. الفاكهه طبعا مفيش فيها ضرر خالص، ما ينفعش اقول لك ان فيها ضرر خالص يعني. تمام. تمام كده. تمام. خاصه ان احنا في اخر 3 شهور لما نيجي نخش عليهم هيزيد في مرحله الامساك، وهقول لها ازيد كمان، خلي ركزي على الفاكهه وركزي على الزبادي وركزي على اللبن، انسي. تمام. موضوع الشوكليت والحاجات دي. تمام. انا دايما بخوفهم من الشوكولاته والحاجات دي، اقول لها على فكره الشوكولاته فيها دهون، والدهون دي بالذات هي اللي بتخليكي ترجعي. احط. تمام. لها فكره كده من اول الحمل ان الدهون ده، وهي على فكره فعلا الحاجات السبايسز والحاجات اللي فيها دهون والاكل اللي بره والحاجات دي فيها نسبه دهون عاليه، هي اللي بتزود التربيع. عندها نوع من الغثيان. بتزود التربيع. يعني انت عايزه ترجعي كل الاكل الخفيف وكل الفاكهه الطازه الكويس. لو مش عايزه ترجعي حضرتك تقصدي؟ انا قلت ايه؟ انت بتقول حضرتك بتقول لو عايزه ترجعي. لو مش عايزه ترجعي لو مش عايزه ترجعي اكيد. مش تفهمني اكيد. عشان الساده المشاهدين بس يبقوا واخدين بالهم. لا لا اكيد محدش عايز ترجع. طب يا دكتوره، في الثلاث شهور الاخرانيين الوجبه يبقى شكلها ازاي؟ الوجبه زي ما اتفقنا ان احنا هنزود برده ال 500 سعر بتاعنا، لسه ماشيين عليهم خلاص، ونركز اكتر على الخضروات عشان الامساك، نركز اكتر على كميات الاكل ان تبقى كميات قليله عشان الحموضه بتبقى زايده في اخر 3 شهور، الحموضه بتبقى عاليه جدا. نركز ان احنا اما تيجي تنام ما تنامش على سطح فلات كده، لا ترفع دماغها شويه عشان الحموضه. وزي ما اتفقنا اللبن والزبادي مهمه جدا عشان الحموضه بتقل على
اثناء يعني نقللها اثناء فتره الحمل الاخرانيه. وتاكل برضو كميات كبيره زي ما هي عايزه ولا برضو كميات صغيره تقلل في الكميات الأكل؟ احنا اتفقنا ان الاكل الصحي اللي هي حوالي 1200 سعر حراري، بزود لها 500 كمان خلاص كده، يبقى احنا هنزود اقصى حاجه 2000 سعر حراري على الست الحامل. يبقى احنا لو هتفطر نص زي ما اتفقنا، نص رغيف والبضايه ومعلقتين الفول، هتتغدى 6-7 معالق رز او مكرونه، هتاكل الخضار بتاعها، هتاكل ربع فرخه بتاعتها او قطعه اللحمه وطبق السلطه وطبق الخضار. طب لو عندها نفس تاكل الفرخه كلها، في مشكله انها تاكل الفرخه كلها ولا ايه؟ لا هو في مشكله عشان اللي معاه مش هياكل كده. تاكل الاكل لوحدها يعني. احنا اتفقنا ان كل حاجه توازن. هو ده الاصح يعني. تمام دكتوره، احنا بما اننا داخلين على شهر رمضان، كل سنه وحضرتك طيبه، كلها كام شهر يعني ونوصل شهر تقريبا؟ تقريبا شهر. في ستات كتير قوي يعني الناس بتقول لهم او الاطباء يقولوا لهم يعني بلاش، ربنا اداك الرخصه ان انت تفطري. طب افرضي هي صامت يعني، هي رفضت انها، في كتير قوي من السيدات الحوامل رغم انهم بيبقوا تعبانين قوي بس بيرفضوا تماما موضوع انها تفطر في رمضان. انا عايز برضه اصمم لها وجبه بما انها تاكل مرتين بس يعني، او زي ما حضرتك هتقولي مرتين يعني اقصد هتصوم يعني احنا داخلين على الصيف تقريبا، هتصوم اكتر من 14 ساعه، هتصوم فتره فتره طويله فترة. فالمفروض يعني خاصه فتره، قصدي وجبه السحور يعني، دي الوجبه اللي بعدها تقعد فتره كبيره قوي، هتقعد فتره طويله. لا انا اقصد من الفطار للسحور دي فتره قصيره، لكن من السحور لغايه ثاني يوم الفطار دي فتره طويله قوي. فانا طبعا انت حضرتك يعني عايزه تحافظي على حاجات كثيره جدا، عايزه تحافظ على حاجات كتيره جدا في عندها املاح ومعادن وفيتامينات. تمام. انا اعمل ايه بقى؟ اصمم لها وجبه ازاي؟ بص مبدئيا زي ما انت قلت دي رخصه. تمام. يعني هي قدرت تصوم او الدكتور قال لها صومي، ما فيش خطر على الطفل والجنين اللي في بطنك ولا خطر عليكي، خلاص صومي مفيش فيها كلام. وهي ودايما الواحد بيقول الانسان طبيب نفسه، يعني انت صمتي او اول يوم تاني يوم حسيتي ان فعلا مجهود عليكي وعلى البيبي فبلاش طبعا، لان دي رخصه. تمام. تمام كده صامت بقى، حابه تصوم، هتظبط اكلها ازاي؟ اول حاجه ان هي بعد الفطار ما تقعدش تاكلها، تاكل تدب الاكل، لان هي هتحس ان هي تعبانه جدا، ما تقعدش تاكل كميات كبيره. رز وكنافه ما ينفعش تاكل كميات كبيره. تمام. لا هي هتاخد الثلاث تمرات بتاعتنا خلاص، وهتشرب ميه وهتصلي المغرب. تمام. تكون الدوره الدمويه اتظبطت شويه في جسمها خلاص كده. تمام. وبعد ما هتصلي هتبتدي بطبق الشوربه بتاعنا العادي خالص الدافي، لان المعده ما بتبقاش اشتغلت. شوربه خضار ولا اي شوربه؟ خضار او اي شوربه، ما فيش مشكله شوربه لسان عصفور، لان انت خد بالك ان انت عايز تاكلها الكالوريز بتاعتها بتاعت طول النهار كله في الفتره اللي هي صغيره دي، ما ينفعش تاكلها لها في وجبه واحده. لا انت احنا لازم نظبط لها الوجبات بحيث ان هي فتره اللي هي من بعد المغرب دي بتاكل وجبات صغيره، وجبات مميزه يعني، وجبات تقول الكالوريز بتاعتها كويسه، ما هياش حلويات، نركز على الحاجات المفيده. فانا زي ما بقول لك هتاكلها درجات، الدرجه الاولانيه ان هي هتاكل الثلاث تمرات بتاعتها. تمام. يعني من 3-5 خليها فردي زي ما بيقولوا. تمام. وهتشرب الميه بتاعتها وهتصلي. تمام. خلاص بعديها هتاخد الشوربه بلاش العصير يعني. تمام. بلاش تاكل كله حلويات لان ده بيعمل دروب في الضغط الدم. لا هتاكل بعد ما تصلي هتبتدي بالشوربه حاجه دافيه. تمام. وبعديها بشويه صغيره هتاكل البروتين بتاعتها، قطعه البروتين بتاعتها اللي هي ربع فرخه او كده، وهتاكل معلقتين رز خلاص، وقطعه الخضار بتاعتها عادي الاكل بتاعها خالص يكون ابتدت تشتغل. بعديها بساعتين هتاخد قطعه حاجه حلوه سواء كان قطايف او بسبوسه او كنافه. تمام. مفيش مشكله ان هي تاكلها. بعديها بقى هيكون فتره، لو قبل السحور شويه حبت تاكل كمان ساعتين، هي بتسهر وهتاكل كمان ساعتين، هتاكل ثمره فاكهه او ثمرتين فاكهه خلاص. تمام. بعد في السحور بقى هتظبط نفسها ان هي تاكل النص رغيف بتاعها. وجبه السحور مهمه لان هي اللي هتقعد عليها طول النهار، ولازم تاخرها كمان بيتهيألي مش كده؟ كلنا لازم ناخر وجبه السحور لان. تمام. فتره الصيام طويله. تمام. هتاخد النص رغيف بتاعها، مهم قوي تاخد علبه الزبادي، مهم جدا ان. تمام. هي تشرب سوائل كتير عشان تعوضها فتره الصيام. الصيام تعوضها فتره الصيام. تمام. مهمه كمان اكتر ان هي تاخد وقت كويس في النوم فتره الصيام. تمام. تنام كويس يعني تنام فتره النهار ولا حضرتك تقصدي بعد الفطار تنام؟ مش بعد الفطار، ما بعد الفطار احنا عايزين ناكلها الوجبات بتاعتها على مراحل، على كل ساعتين عشان معدتها مش هتستحمل تاكل كميه كبيره. هيك تقصدي بعد السحور تنام فتره طويله يعني تاخد بعد اكتر من 8 ساعات في نص في نص النهار في نص تنام النهار فتره تنام كويسه تاني. فتره تمام. كويسه عشان البيبي نفسه يكون حركته يعني يكون مستريح، وهي كمان عشان ما تحسش بالجوع والعطش.
تمام. تمام هي كده كده هتحس ربنا معاها. في الحقيقه يا دكتوره يعني الكلام في التغذيه ده يعني انا لا امل منه، وكلام صحيح. ممتع جدا جدا، صحيح. والحديث مع حضرتك اكثر من رائع. ميرسي ربنا وانا شخصيا يخليك. بستفيد كتير جدا جدا من يعني من الحديث مع حضرتك، وباخد معلومات جديده خاصه موضوع التبشير والتحميل. خلي بالك بقى. فاحنا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك على تشريفك هنا في قناه الصحه والجمال، على وعد من حضرتك اننا نلتقي في اكثر من مره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مشاهدينا في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذه الدكتوره هدى عبد المنعم، ونشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، على وعد بلقاء جديد في حلقات قادمه ان شاء الله وموضوعات جديده ان شاء الله. نترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.